اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك،
وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وأسألك عزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية، صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية، من إن درجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية، صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية،
من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية
والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية
صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية، من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وصل وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية، صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية، من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وصل وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية، صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية، من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وصل وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية، صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية، من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وصل وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية، صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية، من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصل وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وصل وسلم عليه وعليهم تسليما
كثيرا كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السور الجسمانية ومنبع الأسرار الإلهية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الإصطفائية صاحب القبضة الأزلية والرتبة العلمية والبهجة السنية من إن درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه وصلي وسلم عليه وعليهم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وصلي وسلم عليه وعليهم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا.